حاجه. خبرنا النهارده اللي مش حصري هو حاجه ظريفه. احنا دلوقتي يقول لك ايه، هو لعيبه الكوره هتشتغل ايه لو مفيش دوري مفيش كوره مفيش نشاط؟ هو الناس اللي بتشتغل في الكوره اصلا كلهم بشكل عام، حتى احنا يعني هنشتغل ايه لو مفيش كوره ومفيش نشاط؟ عمر جابر استغل تجميد النشاط الكروي واستغل موهبته في التصوير وصور لاعبي بيراميدز في المران عشان يقول يعني ان هو عنده موهبه اخرى. بيراميدز فعلا حطت صوره لعبد الله بكري لاعب الفريق، كان عمر جابر صورها له وقالوا لهم بقى ايه رايكم في موهبه عمر جابر الجديده في التصوير. امبارح برضو بالمناسبه صالح جمعه في مران النادي الاهلي خد ادوات التعقيم ودخل يعقم غرفه خلع الملابس في النادي الاهلي، كل واحد بيحاول يدور له على حاجه. بيحاول يدور له على حاجه. طيب نسأل الناس نقول لهم ايه بقى بالمناسبه دي؟ طب اسالك انت الاول، يلا، شايف مين من اللعيبه ممكن يكون عنده موهبه ثانيه او شغلانه ثانيه؟ مين من اللعيبه دي بتاعت صلاح جمعه هي قدامنا على الشاشه امبارح وهو بيعقم غرفه خلع الملابس. مين من اللعيبه ممكن يشتغل شغلانه ثانيه؟ مش يعني مثلا ايه، انا ممكن اشغل شريف اكرامي مثلا سفير. يعني بالمناسبه شريف اكرامي اقتصاد وعلوم سياسيه خريج دبلوماسي، وهو دبلوماسي جدا في الكلام بالظبط، فممكن اشغله سفير في الوقت دوت ينفعنا في الخارجيه يعني. بالظبط يعني بيتكلم حلو جدا، ممكن فعلا يبقى كمان متحدث مثلا رسمي لاي منظومه. بالظبط كده، اتفق. عندك حد تاني؟ ممكن شيكابالا. شيكابالا يشتغل ايه؟ شيكابالا مايسترو. مايسترو ظريف.